شيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، نحن في بلدة أهلها على المذهب الشافعي ويرون مشروعية القنوت في صلاة الصبح، وأحيانا قد يقدمون بعض الشباب ممن لا يرى مشروعيته أو يعين إماما للمسجد، وإذا ترك القنوت تحصل مفسدة، وهي أيضا وهي أنهم لا يصلون وراءه أو تحصل هناك خصومة وخلاف، فهل يجوز لمن يأمهم أن يقنط بهم وإن كان ممن لا يرى مشروعية ذلك درءا للمفسدة وتأليفا للقلوب، لا سيما إذا كان هذا الإمام يسعى في نشر التوحيد والسنة وهم يتقبلون منه إذا وافقهم في قنوت الصبح، وإذا خالفهم قالوا هذا حنبلي ولا يقبلون منه شيئا من العلم، أفتون مأجورين؟ لا بأس أن يفعل هذا تأليفا للقلوب، لكن يتدرج بهم، بمعنى أنه يلقي عليهم الدروس التي تبين أن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطمئنوا ويقبلوا. يقنط للتأليف، لكن كما قلت لك يمهد لكونه بدعة، بس ما يتم على طول مباشرة، يعني يلقي دروسا حول هذا الموضوع حتى يتبين له ويقول لست على ماذا فلان ولا فلان، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان قنت شهرا على قوم وتركه، وقنت لقوم آخرين حتى نجاهم الله وترك القنوت. لا يقنط دائما، لكن يحاول أن يقنعهم بأنه لا قنط. أي ولو كان عظم مع كثرة الحديث عن هذا تتغير أفكارهم.